حصل النهارده هو ذكرى استشهاد زميلتنا شيماء الصباغ في ميدان طلعت حرب في الواقعة الشهيرة، وهي تحمل الورد تكريما لشهداء ثورة 25 يناير فالتحقت بهم بالرصاصات الأجنبية. حقيقة الثورة المصرية كانت من الاتساع ومن العظمة ومن العمق، بحيث ان ما كنا نرى في الفترات الماضية كثيرا يعني من القاء التهم من هذا الفصيل او ذاك. الحقيقة كانت الثورة المصرية ما اقدرش احملها، ما اقدرش احمل هزيمتها لاي فصيل من فصائل اليسار او لاي قيادة من قيادة اليسار او لأنها كانت أكبر من الجميع، حقيقة أكبر من الجميع بكثير جدا جدا جدا. بالتالي غير يعني التلامس اللي نشهده كثيرا غير ذو معنى في أمر من هذا اليوم. نمنا حتى على مكتسباتنا اللي تم تقليلها في الدستور الأخير في الحريات وحقوق الإنسان. هناك عدد كبير من شبابنا دلوقتي معتجز وبيجدد له من آخره محمود السقا، وقد يكون هناك آخرين النهاردة أيضا تم اعتقالهم، ونحن نشعر بحالة من العجز. هناك انتهاب مستمر في شكل قوانين صدرت وبيجري تقنينها سواء في مجالات اجتماعية واقتصادية هامة جدا جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لمستقبل عيالنا وأحفادنا، ومع ذلك فنحن عاجزين عن ان احنا نقاوم هذا في الوقت الحالي. انا شايف ان هناك مسؤوليه على عاتق اليسار المصري النهارده، واعتقد ان هناك محاولات بنحاول لرص الصفوف مره اخرى.